نكمل مع بعض سلسلة الملخصات. التطور ليس علم حقيقي. بنكمل في تلخيص القسم السابع، ملخص الرد على حفريات ادعاء تطور الإنسان، وبناخده ملخص 147 وبداية مرحلة هومو إريكتس. هومو إريكتس أو الإنسان الواقف اللي بيستخدم أدوات، ده المرحلة المفترضة ما بين نصف إنسان نصف قرد الهابلس اللي عرفنا ان هو اكشولي قرد ولا هو نص انسان ولا حاجه، وما بين الانسان الطبيعي، مع ملاحظه انه حتى الان ما لقيناش اي مرحله ليه ولا اي مرحله تتطور ليه، بل كل ما درسناه سابقا هو كان فقط قرده وما لقيناش تدرج. لكن للاسف هم خلطوا عظام بشريه مع حفريات قرده بما فيها هابلس باعتراف العلماء نفسهم اللي قدمتها لحضراتكم. ايضا ملاحظه مهمه، التطور باختصار شديد وبالتقريب هو بينادي ان الانسان تطور تدريجيا من جد مشترك مع الشمبانزي من اكثر من 5 مليون ملهوش وجود، اتطور الى الاسترالوبيسكس بانواعه اللي عرفنا كل المشاكل اللي فيها والتزويرات كثير منها من اكثر من 3 مليون، اللي اتطور لهومو هابلس شبيه القرده اللي سماها العلماء كيس قمامه لانه خلطوا فيه حفريات قرده مع الانسان من اكثر من 2 مليون، ثم هومو اريكتس اللي من 2 مليون، وده قبل ما تكتمل بقية مراحل تطور القردة بيثيكس عشان توصل لهم زي استرالوبيسكس بوازي وسدي بوروبوستس. يعني الإنسان الواقف هومو إريكتس موجود قبل ظهور جدود جدوده، ده باعتراف العلماء. يعني الصورة اللي قدام حضراتكم من الموسوعة البريطانية نفسها 4 مليون 3 مليون 2 مليون، هومو إريكتس هنا 2 مليون، وزي النسخة الأفريقية بتاعته هومو إرجاستر، هما حاجة واحدة، هما إنسان طبيعي وهنعرف كده. لكن ده بدايتهم، لسه هابلس ما اكتملش تطوره، ولسه مراحل من الأسترالوبيسكس اللي هي القردة جدودهم ما ظهرتش أصلا، سديبة وروبوست. عرفنا إن ده خطأ بوضوح، ليس فقط باعترافهم إن إريكتس قبل بقية مراحل تطور القردة جدوده المزعومين، وقالوا ان هم كانوا عايشين في نفس الزمان مع بعض، بل هو موجود قبل بقية المراحل، بل ايضا درسنا وجود حفريات الانسان وادواته في طبقات قديمة اقدم من كل جدوده المزعومين، وده في اثبات خطأ تطور بوضوح من حفريات وادوات الانسان في الطبقات القديمة. المهم الهومو إريكتس او الانسان الواقف، ويشمل تحتها هومو إرجاستر اللي هو يعتبروه كتير من العلماء النسخة الافريقية للهومو إريكتس الاسيوي، هي نوعية مهمة وليها حفريات كتيرة جدا. ولكن في البداية أريد أن أوضح أن معظم جماجل وهياكل مرحلة هومو إريكتس هم بشر طبيعيين، وهنتأكد من الكلام ده فيما عدا محاولات تزوير قليلة، لكنها أغلبها غير مكتملة. بيحدد هومو إريكتس، وليه بيقول عليه إريكتس مش بيقول عليه أنه هو إنسان طبيعي، فقط لأجل الزمن مش عشان أي صفة تانية، لأن المفروض هومو سيبيان الإنسان الطبيعي ما كانش ظاهر في الزمان ده. يعني حسب التطور لازم يكون في مرحلة ما بين القردة بيسيكس وهابلس وما بين الإنسان الطبيعي، فهي دي مرحلة هومو إريكتس اللي قرب جدا من الإنسان. هي أيضا بيها خداع كثيرة ومليئة بقصص التزوير، وأحيانا برضو بيخلطوا ما بين عظام بشر مع قطع عظمية من القردة عشان تصبح مراحل وسيطة. هذه النوعية لو أبعدنا وأزلنا التزوير وعرفنا أنهم بشر طبيعيين باعتراف العلماء، وأيضا زي ما احنا اوريدي عرفنا مع بعض بإزالة التزوير والأخطاء في الأسترالوبيسكس والبرانسروبس ومعظم الهومو هابلس، هي اتأكدنا باعتراف العلماء ان هي تنوع لأجناس قردة انقرضت. اذا ما فيش رابط، ما فيش اي حلقة وصل ما بين القردة ولا الانسان، ولا وجود لجد مشترك واحد، وما عندهمش جد مشترك واحد ولا مراحل وسيطة، وبكده يكون في فاصل ضخم في البيولوجي والصفات التشريحية ما بين الإنسان والقردة، وأيضا في الحفريات ما بين القردة والإنسان. ده يهدم تماما ادعاء تطور الإنسان. يبقى الإنسان بتصميمه ما جاش بالتطور، ده جه بالخلق هو الصحيح علميا. في البداية أرجو أن يتخيل معي القارئ حتى لو جدلا، لو كان هناك قبل الطوفان تنوع من البشر وحتى بقايا ليهم بعد الطوفان، لكن زي ما يوجد تنوع البشر الآن أفريقي والمغولي والقوقازي وغيرهم، لكن قبل الطوفان كان أيضا يوجد بسبب الغناء الجيني الأكتر ليهم قبل الطوفان، وأيضا قبل انعزال بعضهم على بعض زي ما بيشير الكتاب إلى انعزال بعض زي نسل قايين وغيره، وأيضا بسبب الظروف البيئية اللي هي مش زي الظروف البيئية الحالية وهكذا. إذن صفاتهم هيكون فيها اختلاف والتنوع وتباعد أكثر من التنوع الحالي بعد الطوفان اللي فقد الكثير من التنوع بسببه.
تنوع البشر قبل الطوفان دفن بالطوفان بالطبع، لذلك سأجد في حفرياتهم هذا التنوع، ولكن لا يزال في نطاق التنوع البشري ولكن واضح أكثر. فوجود اختلاف في حجم الحفريات الإنسان ده في الحقيقة يشهد على التنوع وليس التطور. هو ما تطورش من جنس لآخر، لا هو لكن وجود تنوع في الجنس البشري، بل أيضا يشهد على كارثة أفنت أغلب التنوع وأبقت أنواع قليلة. ملخص هذا النوع هو فقط تنوع للبشر الطبيعيين وهياكله معظمها فيما عدا المزور منها اللي هندرسه هو شبه يطابق هياكل البشر الطبيعيين وفي نطاق التنوع البشر الطبيعي، وهذه الصفات هنلاقيها في البشر حاليا. وده مش أنا اللي بقوله، ده بيقر موقع متحف التاريخ الطبيعي تحت عنوان هومو إريكتس، بيقول هو أقدم بشر معروف وهو يمتلك جسم مثل البشر الحداثة. طب عايزين اعتراف أكتر من كده، يعني البشر الطبيعيين برضو الكلام ده يأكده علماء كثيرين. إرنست مير يقول عرض هومو إريكتس هو مميز بهيكل جسم الذي كما نعرف حتى الآن لا يختلف من الإنسان الحديث في أي من النقاط الأساسية. يقول كل من المشاهير بيلبم وي سايمون هومو إريكتس الذي وجد عبر العالم في خلال وسط البليوسين هو لا يمكن تمييزه تشريحيا عن هومو سابيان. ده الكلام ده اتنشر في أمريكان ساينتست. فشهادات العلماء والمشاهير ان هومو إريكتس هو نفس صفات هومو سابيان وفي نطاق التنوع في صفاته في الجنس البشري، فإذا كان كل الأسترالوبيسكس والهابلس بعد ما زلنا منه التزوير والإضافات الخطأ المزورة لقينا أن هي تطابق صفات القردة في كل شيء، وعندنا في المقابل النص الثاني المختلف تماما هومو إريكتس يطابق البشر الطبيعيين، ده يبقى مش تطور، ده يبقى جنسين مميزين تماما بعضهم عن بعض. اللي عايز تفصيلات الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للموضوع التفصيلي في موقع drghali.com بعنوان تطور الإنسان الجزء 75 وبداية مرحلة هومو إريكتس.